بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح في الفيديو دوت موقع شركة نيو بوكس بالكامل، وهنقول المميزات بتاعتها، وهنتعرف على هذه القوائم بالكامل وجميع الأوامر الموجودة هنا على اليسار. طبعا دي صفحة الحساب الخاصة بأحد أسامي التسجيل. هنا بتلاقي الاسم، فوق اسمك أنت طبعا هتلاقيه موجود هنا، وهنا الرصيد بتاعك هتلاقيه موجود في المكان دوت. طيب نبدأ نتعرف على كيفية الربح من هذه الشركة في البداية. طبعا View Advertisement هي طريقة عرض الإعلانات. طبعا مفيش هنا إعلانات متاحة ليا حاليا في هذا الحساب لأن أنا ضاغط على الإعلانات دي، لكن أنت هتلاقي عندك هنا رقم 4 موجود في هذا المكان، وهو ان في 4 اعلانات متاحة. بتضغط على advertisement بيظهر لك ال4 اعلانات اللي احنا شايفينهم دول، لكن الفرق هو ان هنا النجمة عندي باهتة، اما انت هتلاقيها نجمة صفرة، وده دليل على ان في اعلان متاح هنا دلوقتي ليك. بتضغط على الاعلان الاول بيظهر لك دايرة حمراء، بتضغط على الدايرة الحمراء فبتفتح لك صفحة جديدة فيها الاعلان وشريط بيكمل حتى النهاية، بتسيبه يكمل هنا في المكان دوت فوق، وبعد كده بتكتب لك جملة إن أنت ربحت من الإعلان دوت. وطبعا اللي عنده فكرة سابقة عن شركات البي تي سي عارف شغل الإعلانات ده. بتبدأ تقفل الإعلان دوت وترجع مرة تانية تضغط على الإعلان اللي جنبه بهذا الشكل. طبعا ما ينفعش إنك أنت تتصفح إعلانين في وقت واحد من نفس الشركة، لكن مثلا انت مشترك في 3 شركات ينفع تتصفح اعلان من كل شركة في نفس الوقت. طبعا ربح الاعلان من الشركة دي 1 سنت ليك انت شخصيا. بنرجع تاني للقائمة الرئيسية بتاعتنا. هنا تاريخ التسجيل بتلاقيه موجود، هنا نوع العضوية بتاعتك سواء ستاندر او جولدن او انليميتد التيميت قصدي. هنا بقى الدايركت ريفرال بتوعك اللي هو الناس اللي انت دعيتهم عشان يسجلوا تحتك، وهنا الرنت ريفرال اللي هم الاشخاص اللي انت استأجرتهم من الشركة عشان يشتغلوا تحتك مقابل مبلغ مادي، وهو $0.25 لكل شخص. وطبعا هنتعلم برضو ازاي نأجر ريفرال داخل شركة نيو بوكس. اما الملحوظة اللي عايز اقولها في موضوع الدايركت ريفرال، انك انت هنا في شرط لازم تحققه عشان تقدر انك انت تجيب ناس يسجلوا تحتك، لان الشركة دي غير الشركات التانية. الشرط هو انه لازم يعدي على تسجيلك في الشركة 30 يوم، وانك تكون ضغطت على الاقل 100 اعلان منك انت شخصيا، بعد كده هتقدر ان انت تجيب ناس يسجلوا تحتك. والا لو دعيت حد فاللي هيسجل عن طريق الشركة واسمه مش هيندرج تحت الدايركت ريفرال الخاصين بيك انت. هنا عدد الاعلانات اللي انت شفتها من يوم ما دخلت الشركة، وهنا عدد الاعلانات اللي الريفرالز ضغطوها من يوم ما دخل، من يوم ما ان يعني حد من الريفرال سجل تحتك او انت استأجرت ريفرال. هنا المين بالانس اللي هو رصيدك داخل الشركة، الرنتال بالانس دوت الرصيد اللي بنكون مثلا عايزين نرقي بيه العضوية، او عايزين نشتري ريفرال نأجرهم يعني. فبنبدأ نحول من المين بالانس الى الرنتال بالانس، وهنعرف ازاي دلوقتي. هنا الدايركت بيرشاس طبعا اللي انت اشتريت، انت فعليا مثلا اشتريت 3 ريفرال اجرتهم هيبقوا ب75 سنت، بواقع ربع دولار لكل ريفرال، وبالتالي بيتحط الرصيد اللي انت استهلكته فعلا داخل الشركة هنا. هنا الاكسبوزر كليكس ابجريد. هنا لو انت عاوز ترقي العضوية بتاعتك، طبعا حاجة حلوة في الشركة ان انت لما بتقف على حاجة معينة بتبدأ تديك انديكيت يعني توضيح للزرار اللي انت واقف عليه. هنا الادفيرتايز لو انت عايز تعلن داخل الشركة. طبعا ده وده احنا يعني حاليا مش هنتعمق فيهم، لان احنا مش هنرقي عضويتنا داخل الشركة في البداية. احنا ممكن نرقيها لما نجمع مبلغ كبير من الشركة ونفضل عينينه هنا، وبعد كده نحوله من المين بالانس للرنتال بالانس، وبعد كده نرقي عضويتنا داخل الشركة.
هنا الريفرال سواء دايركت او رنتال، انت لما هتضغط عليه هتلاقي ان هو بيحولك للشكل ده، انك انت تأجر ريفرال من هنا. وطبعا هنعرف ازاي نأجر ريفرال برضو في نفس الفيديو ده. نرجع تاني للقائمة الرئيسية. طبعا ده كان بالنسبة طبعا، وهنا نسيت اقول ان هنا الشرط دوت بيوضح عدد الاعلانات اللي انت ضغطت عليها يوميا، بتتراوح ما بين 4 اعلانات الى 5 اعلانات، واحيانا بتكون 6 اعلانات في اليوم الواحد. طبعا ده كان بالنسبة لقائمة سامري. بنضغط على بانرز. داخل بانرز بنلاقي روابط او لينكات بنقدر نحطها في المنتديات وفي المدونات العربية او الاجنبية عشان خاطر الناس تسجل تحتينا في هذه الشركة. طبعا هو ده رابط الدايركت ريفرال بتاعك. وطبعا احنا قلنا مش هتقدر تدعو اي ريفرال غير بعد مضي 30 يوم عليك داخل الشركة، وتكون ضغطت على 100 اعلان على الاقل. هنا ده لو عاوز تحطها صورة، وهنا كود هيتمل. طبعا احنا بنستخدم الدايركت ريفرال والصور اكتر من الحاجات اللي تحت دي. طبعا هنا ليك حرية الاختيار برضو ان الاسم بتاع الريفرال يظهر على هيئة رقم او انه يظهر باسمك اللي انت مسجل فيه في الشركة. دي كان بالنسبة لقائمة بانرز. طيب نيجي للسيتنجز وتحتها بيرسونال. بتلاقي هنا الايميل الشخصي بتاعك وايميل الالرت باي اللي انت سجلت بيه. طبعا في الشركة بتقدر تغيره، بس عشان يعتمد تغييره لازم تقعد 48 ساعة، وبعد كده هتلاقي الايميل اتغير. يعني مثلا انت عايز تغير حساب الالرت باي اللي انت بتسحب عليه فلوسك، انت حر هيتغير. طبعا النت تيلر ده بنسيبه فاضي. هنا الباسورد وبتكررها تاني، ده عشان تغير. يعني لو انت هتغير حاجة في الحاجات دي لازم تدخل الباسورد هنا. بيسألك هنا انت عايز تدخل ده يعني تعمل سكندري باسورد ولا مش عايز. طبعا دي حرية شخصية، وهي يعني موضوع لزيادة الأمان. فلو حطينا يس، هتدخل هنا السكندري باسورد وتكررها. لما تيجي تعمل لوج ان تدخل موقع الشركة، هيطلب منك انك انت تحط برايمري باسورد الأولانية، وهتحط السكندري باسورد. لكن لو ما كنتش عامل سكندري باسورد، يبقى هتسيب السكندري باسورد فاضية وانت بتدخل لموقع الشركة في الأول خالص. لو نزلنا تحت شوية هنلاقي في إعدادات تانية، بيقولك عاوز يعني تخلي اليوزر نيم بتاعك ظاهر في الفوريوم ولا لأ. طبعا في منتدى في الشركة هنا، لكن منتدى إنجليزي مش منتدى عربي، لكن في ناس عرب كتير بتشارك فيه، بتكتب بالفرانكو عرب اللي هي اللغة الحروف الإنجليزية، لكن بيبقوا كاتبين عربي، وفي ناس عرب بيكتبوا إنجليزي عادي. هنا بقى في إعدادات المنتدى، عاوز تخلي المواضيع اللي ظاهرة مثلا آخر يوم، آخر 5 أيام، آخر شهر، لأن في مواضيع كتير جدا في المنتدى. إيه اللي يظهر لك الأول من المنتدى؟ هل الأخبار يعني العناوين القديمة ولا العناوين الجديدة الأول؟ توبيك رو ليميت، عايز يظهر لك كم موضوع في الصفحة الواحدة من صفحات المنتدى. لما يجي لك مسج، عاوز توصل لك الأول القديمة ولا الجديدة؟ عاوز كام مسج في المرة الواحدة؟ 10 مسجات أو أقل أو أكثر، أنت بتختار من هنا. هل أنت عايز يظهر مثلا أنت عندك كام ريفرال وربحت كام من الشركة والعضوية بتاعتك ولا لأ؟ لو كتبت موضوع في المنتدى، طبعا بإمكانك إنك تخفي البيانات دي أو تظهرها بالاختيار يس أو نو. هنا بقى لو عايز تحط صورة للأيقونة بتاعتك في الشركة،
وهي الصورة الرمزية، يعني لو كتبت عن موضوع في المنتدى هتظهر هنا صورة رمزية ليك جنب موضوعك في المنتدى. هنا بقى بتحط البرايمري باسورد اللي هي الباسورد بتاعتك الرئيسية عشان خاطر يحفظ الإعدادات اللي انت غيرتها فوق في هذه الصفحة. وطبعا بنضغط بعدها على Save Changes. هنا قائمة Advertisements دي للناس اللي عايزة تعلن داخل الشركة عن منتج معين أو شركة معينة، طبعا احنا مش هنعلن. وهنا الـ Subscription اللي عايز يسجل داخل المنتدى، لأن طبعا لما انت هو الوضع الافتراضي ان انت بتكون مسجل داخل المنتدى اول ما بتسجل في الشركة، فبتوصلك رسائل على الايميل بتاعك كتيرة جدا، حوالي اكتر من 20 مسج في اليوم او 25 مسج في اليوم. طبعا ده بيعمل لك زحمة جامدة جدا في الايميل، فتقدر انت تشيل السبسكرايب في المنتدى من هنا. طبعا لما ضغطنا عليه كده شال التسجيل بتاعنا في المنتدى، وبكده مش هتوصلنا حاجة على الإيميل نهائي. نشوف الدايركت ريفرال. طبعا في صفحة الدايركت ريفرال بتلاقي بيقول لك هنا عدد الريفرال بتوعك كام، طبعا هم هنا 2 زي ما احنا شايفين في الحساب ده، وماكسيمم 30 ريفرال، يعني انت هتقدر تجيب 30 ريفرال فقط. ليه 30 ريفرال؟ لان انت مسجل بقالك 30 يوم في الشركة، فتقدر تدعو 30 ريفرال. طيب لما يعدي عليك 31 يوم هيبقى بامكانك تجيب كمان واحد، يبقى 31 ريفرال. طيب لو عدى عليا 100 يوم في الشركة، الحد الاقصى للريفرال كام؟ هيبقوا 100 ريفرال. يبقى كل يوم بيعدي عليك في الشركة بيديك إمكانية إنك أنت تجيب ريفرال جديد، طبعا ربحك أنت من الريفرال دوت بيبقى نص 6 من 10 دولار في الشهر، يعني 60 سنت. يعني لو قلنا عندك 100 ريفرال هتجمعهم هتجيب 60 دولار في الشهر من الشركة دي. هنا اسم الريفرال بيبقى موجود عندك تحت، جاي منين، يعني هو سجل عن طريقك منين، سواء بعت له على الايميل او بعت له على المدونة او بعت له رسالة، فبيقول لك هو جاي منين بالظبط. هنا تاريخ التسجيل، مسجل معاك من امتى، اخر مرة ضغط على الاعلانات كان امتى، وهنا عدد الضغطات الكلية اللي ضغطها الريفرال دوت من يوم مسجل معاك. وهنا الأفريج اللي هو عدد الضغطات، يعني عدد الضغطات اللي هو ضغطها كلها على عدد الأيام اللي هو مسجل فيها في الشركة. يعني لو قلنا إن هو مثلا ضغط على 4 إعلانات وهو مسجل بقاله يوم واحد بس، يبقى 4 على 1 بيساوي 4، وده بتديك توضيح لأن الريفرال دوت نشيط ولا مش نشيط، يعني شغال ولا مش شغال، بالإضافة إلى الريفرال اللاست كليك، قصدي اللاست كليك دي بتديك توضيح الريفرال دوت ضغط اخر مرة امتى، فبتبقى عارف هو نشيط ولا مش نشيط. هنا قائمة الرنتد ريفرال بعد ما ضغطنا عليها رنتد بتديني برضو توضيح للريفرالز الموجودين معايا، وهم اساميهم هنا وانا اتأجرتهم من امتى، والنكست بيمنت يعني هيطلب مني اغير، يعني ادفع لهم تاني لو عايز اجرهم تاني امتى. طبعا لو انت عندك ريفرال نشيط فبتدفع له تاني عشان خاطر، يعني ربع دولار في الشهر عشان خاطر هو نشيط ويستاهل انك تدفع له. هنا اخر مرة ضغطوا امتى، وبرده عدد الضغطات، وهنا الافريج بتاعهم زي ما قلنا في الدايركت ريفرال قبل كده، ووضحنا ايه هما الحاجات دي. طيب ايه الحاجات الباقية هنا؟ هنا خاصية اسمها الاوتو باي. اوتو باي يعني بتحط رصيد من المين بالانس في الرنتال بالانس عشان خاطر انك انت كل ما الريفرال دي ينتهي معادها او يخلص الشهر بتاع التأجير بتاعها، بيروح السيستم بتاع الشركة مجدد اوتوماتيك، وبكده انت بتقدر تحافظ على الريفرال اللي انت مأجره وكان نشيط، فبتقدر تستفيد منه.